عشان كلمة قلتيها. طلقها طلقها طلق يلا. ها قول انك بتحس بخذيتني. لا يبا شوف هنا هذه صورتك انت ويا الطين صح؟ ها؟ قاعدين بقهوة. ها؟ اي اي صح اي هذه انا و هذه فطيم صح اي اي انا اقول لك ايش السالفه ترى هذه مو مقصوده في مكان عام بعدين انا كنت قاعد بالقهوه كنت قاعد واشرب شاي مرت فطيم سلمت قلت عليكم السلام على فطيم على الجاره جاره اقول لها تفضلي بعد مو حلوه لي حلوه قاعد بروحي ما اعزمها باكر تفضحنا بالفريش تقول هذا بخيل شافني بالقهوه ما عزمني يعني من باب يعني تدرين عزمتها يا جات رز ويها وقعدت عندي وطلبت طلب وجاي عليه ما ادري كرك ما اشتربت مال قبل شربت وصورت الصوره وانتشرت الصوره يا تجمع المجون يا تجمع يبا طيم تروح على اماكن طيم سوق لي ما يخب عليها انت قاعد تقول لي وياك قهوه يعني يا بنيتي ايش بيكون بيني وبينها يعني وبعدين انا لو بخون امك يعني اخون واحده سنه ام وام فطيم ليش يبا؟ انت مفكر انك تخون امي او تتزوج عليها؟ يا بنت الحلال انا قاعد اقول لك لو لو ولو تفتح عمل الشيطان يعني ما افكر بواحده مثل هذه يعني لهالدرجه ابوك ما عنده ذوق يعني يطالع واحده مثل هذه تبغى تبي الصج؟ انا فطيم هذه ما ارتاح لها كلش اي صدق بتروح لها بروح اشوف ولدي اي حتى انا بعشوي بروح اشوفها جزاك الله خير وهنس يبا يبا انت شو تسوي هني شو يسوي هني ها 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 بس انا ادخل احد عندي غريب لا حبيبتي ابوك زوجي على سنه الله ورسوله فطيم مو وقتها الحجي لا لا وقته شنو مو وقته بدك مو ياهل خد عرف ونس ما بي امك تعرف هالموضوع توه والد ما بيها تتعب وبعدين انا اقول لك على كل شيء لا ونس شاطره عاجل ما راح تقول عدل شوفي حبيبتي انا خلني اقول لك شغله ابوك خذاني ومن حقه يتزوج وحده وثنتين وثلاث ورباع بعد هذه نقطه النقطة الثانية يا عيوني إن رحتي وقلتي حق أمك الحين وعلمتيها أنت بتخربين بيت أمك بتخربين العلاقة اللي بيناتهم أمك بتتطلق وليه تطلقت أمك أنتوا تشردتوا وليه تشردتوا بتركض وتروح المحكمة وتطالب بنفقة وتطالب بمعاش ولو يعاد بمحكمة ما تتسكر هذه شغلة الشغلة الثانية واللي لازم تعرفينها أبوك عليه ديون وعليه تشيكات وعليه ديون لهني ما حد بيساعده ويوقف معاه ويدفع له غيري أنا وإن قلتي حق أمك عز الله أبوك انسجن وراح فيها هذا أنا قلت تبون تشردون وتسجنين أبوك يلا كاهي أمك وروحي قولي لها تعالي تعالي يلا اعتذري من عمتك فطيم يلا حبي راسها واختك حسابي معاها بعدين في البيت انا اوريها اي انا ابي شمس ابي هذيك العوبه ام لسانه بيها هذه فقيره انا اعرفها هذيك اللي مشيتها جت وطقتني هذيك لسانها طويل علي انا بعد انت الله يعينك خلاص الحين قبل اعتذار قمر وبعدين اخلي لي هذيك التي غصب عليها وتعتذر لك يلا اعتذري اعتذري بوس راس عمتك اي تبوسين راسي ولا اعتذارك مو مقبول بوسي راسها خلاص أنا آسفة وإيدي فطيمات خلاص تأسفت البنية سامعيها إيدي ولا اعتذارها مو مقبول يبا لهني عاد وكافي يا خلاص عاد خلاص يلا تعال تعال بيخاف فطيم فطيم حبيبتي غدا الشر فطيم الريال ياب بنيته علشان يطيب خاطرك وتعتذر لك طوفي لا حبيبتي هذي لازم يعتذرون قصبا عليهم ولا يشيخون على راسي باكر غدا الشر يا بعد عمري عموما انا اترخص الحين حبيبتي تامنين على شيء مشكوره ما يامر عليك حبيبتي مشكوره حبيبتي الله يسلمك
الله ما شاء الله. وي 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 جات فيك. ما ادري نسيت. ما شاء الله عليك. شنو هذا؟ شنو؟ امبراطورك انت ملكة. شلون؟ شلون كذي قوية؟ اي حبيبتي قوية انا، ما تعرفيني انا قوية. راشد الله يابك، خذ زوجتك وروح البيت، ما نبي مشاكل. ايش صاير؟ شنو؟ يلا. ايش صاير؟ ايش صاير؟ شو مسوية؟ طقيناها وغسلنا شراعها. شنو؟ ايه. انت ومنو؟ انا وشمس. شمس وينها؟ ناطرتني في السيارة. راشد. خلص الموضوع. شلون خلاص؟ انت مدرسة كذي تتصرفين؟ شلون كذي؟ شلون شلون؟ خلاص راشد ما لي خلق، انا بروحي سكفني الدنيا. مشينا مشينا. طيب انا خليك زين؟ يلا الف مبروك. ده الحين انا اللي اطق وانت اللي تزعل؟ ازعل لان ما بي بناتي يشوفوني وانا بهالحال. ليش ايش فيها حالتك ها؟ انت شو مسوي؟ يا سلام، تبين بناتي يشوفون ابوهم متزوج على امهم ويسكتون؟ حمدي ربك ان اللي صار كذي زين، ما صار شيء اكبر من كذي بعد. اي حامض على بوزهم بناتك يبون يخربون فرحتي، بس ما قدروا. لا افرح وافرح 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 قصبا عليهم. بس عاد خلاص يلا غير الموضوع. لا والله ليش اغير الموضوع؟ عاجبك اللي سووه بناتك ها؟ عاجبك؟ يو طقوني وبهدلوني وفشلوني قدام الاوادم، انت شو تحكي؟ انت تحكي صدق ولا تستعبط من حكي؟ رجاء لا تقولي اني تستعبط، انا نبعه ماخذها من 30 سنه، عمرها ما قالت لي هالكلمه. ها الحين قمنا نقارن بيني وبين ربعه ها؟ اشوف الحين تحسفت خذيتني؟ طلق يلا ها قول انك متحسف خذيتني. بس عاد خلاص انت ايش بال عندي؟ بال على لسان طير بس عاد. واللي شو الورطة اللي ورطت نفسك فيها يا خبيث؟ وليه متى بتتم على هالحال؟ متى الله يفكك من هالبلوى؟ موتة وقهر. هذه منو قاعد يرسلها؟ فطيم. ولد ولد قومي قومي. شنو هذا؟ شو تسوي هذه مع ابوي؟ شو تسوي؟ يما من نزلت الصوره دزتها على جوال. تساليني شو تسوي مع ابوك؟ يما لحظه نطره. يما انت تعرفين شو انا ما اعرفه؟ يما ابوي متزوج فطيم. شنو؟ وشلون متزوجها؟ ومتى؟ يما وشلون؟ وشلون ابوك يتزوج على فطيم؟ شلون؟ تزوجها الاسبوع اللي طاف. بس هدي يما هدي. الاسبوع اللي طاف وانا ما ادري. وشلون؟ وشلون ابوك يتزوج على هذا فطيم؟ هدي يما هدي. هدي خبيث؟ لا ما اقول شيء. صدقيني يما ما اقول شيء. صدق ابوك متزوج فطيم. شلون؟ ليه؟ شلون شلون يما؟ فطيم يا هدي هدي يما. فطيم يا هدي يما. ليش ليش؟ يما خبيث. يما يما هدي. روحي من الوش. روحي من الوش. يا خبيث ليش؟ يا بيك تطلقني الحين. تطلقني. برافو احسن كلمه قلتيها. طلقها طلقها. ما حصلت من وراها الا الديون والشيكات. طلقها وانا اعوضك انا اقنقك. طلقها. حدج احنا نسواك ونسوى طوايفك، واذا في وحده بتطلق اليوم فهي انت. انا يا خميس تاخذ علي هذه ام الخلاجين؟ صدقيني يا نبعه اللي صار هذا مو بيدي، غصبا علي. غصبا عليك؟ ايه طلع اللي بقلبك. طلع طلع خلنا اسمع. يما ترى ابوي ماخذها علشان تسدد ديونه مو علشان شيء ثاني، بس شكله ما وراها لا فايده ولا شيء. يبا طلقها، واذا على ديونك احنا راح نسددها ونوقف معاك. طلقها يبا. يبا طلقها احنا نبيك. طلقها يا خميس. والله اذا ما تطلقها لا باكر اروح المحكمه واخلعك في المحكمه، وحتى ولدك ما تشوفه.